أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. يظل الاقتصاد العالمي متأرجحا خلال الفترة الحالية في ظل المتغيرات السريعة والمتلاحقة. بالأمس كانت الأصداء الإيجابية مؤثرة بشكل كبير على أسعار النفط والذهب التي تراجعت بشكل ملحوظ، لكن اليوم كان الاتجاه مخالفا حيث عزز الخام من مكاسبه متأثرا ببعض الأنباء غير الإيجابية في سوق الطاقة. لمدة ساعتين سأكون معكم أنا دينا سالم والزميل أحمد بشتول للحديث عن أهم المستجدات في الاقتصاد العالمي. مساء الخير أحمد. مساء الخير دينا، والمستجدات كثيرة بالفعل. مشاهدينا الكرام أهلا بكم. كانت الأخبار الصادرة عن المحادثات الروسية الأوكرانية إيجابية، انعكست بشكل سريع على الأسواق عالميا، لكن اليوم كانت هناك بعض المتغيرات التي أثرت وبشكل فوري على الأسعار، وربما ستظل الأسواق والاقتصاد العالمي في حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة المقبلة بسبب الضبابية الواضحة في المشهد. إذن لمدة ساعتين سنناقش معكم أبرز المستجدات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، لكن البداية وكالمعتاد مع أبرز الأخبار. ارتفعت صادرات مصر إلى السودان بنسبة 65.7% بنهاية العام الماضي، وسجلت الصادرات المصرية للسودان 826 مليون و800 ألف دولار العام الماضي مقابل 498 مليون و900 ألف دولار في 2020. وبلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 336 مليون و700 ألف دولار العام الماضي مقابل 212 مليون و500 ألف دولار في 2020. في جانب آخر، شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي توقيع الاتفاقية التي تنظم إجراءات استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، وذلك في إطار رغبة البلدين في تقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما. وصف مدبولي الاتفاقية بأنها ستسرع عملية جذب مزيد من الاستثمارات السعودية إلى الأسواق المصرية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات سريعة لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار، وذلك بالتعاون بين صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي. أودعت المملكة العربية السعودية 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري. يأتي ذلك في إطار الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، وتأكيدا لدعم مصر في جميع المجالات وعلى المستويات كافة. ويأتي هذا ضمن استمرار الجهود الحثيثة للمملكة العربية في دعم مصر. لمزيد من التحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور شريف محمود الخبير الاقتصادي. دكتور شريف أهلا بحضرتك معنا. والواقع أن هذا هو دينا الأشقاء حين تحل الأزمات بالمنطقة وبالعالم، أن يكون هناك تكاتف. هذا الموقف السعودي، هذا الإيداع من المملكة العربية السعودية في البنك المركزي المصري، ربما أتى في إطار هذا التعاون المشترك لتخطي هذه الأزمة. مساء الخير على حضرتك وعلى المشاهدين. بالطبع الوقفة بتاعت الولايات السعودية مع مصر 5 مليار دولار دي وقفة تضامن ما بين أشقاء مع بعض، وهي مش أول مرة تقف السعودية مع مصر، أو في هذا الشأن برضو إن مصر تقف مع السعودية في بعض المواقف الأخرى. وده طبعا بيؤكد إلى إن في عندنا أواصر قوية جدا اقتصادية وسياسية وكل حاجة، وبيؤكد مره ثانيه على اهميه الدخول ده في هذا الوقت مع تعاون الجنيه المصري ومع الافاق الاقتصاديه الموجوده ومع بعض التذبذبات في الاسواق. فده كله بيؤكد طبعا اهميه الاواصر واهميه وجود الاشقاء مع بعض واهميه تقويه المناخ الاقتصادي للدول مع بعض او الدولتين مع بعض.
دكتور شريف، كيف تنظر للتعاون بين الصندوق السيادي المصري وأيضا صندوق الاستثمارات العامة السعودي؟ ما هي المشروعات ربما التي يمكن أن تجتذب المستثمرين السعوديين؟ وطبعا نعلم أن بالفعل لديهم استثمارات في قطاعات متنوعة في السوق المصري. زي ما حضرتك اشرتي طبعا، بالنسبه للتعاون ما بين الصندوق السعودي والصندوق المصري، في عندنا افاق تعاون كبيره جدا. الاتفاقيه اللي شاهدناها النهارده كان من اهم النقاط بتاعتها، هي انها بتسهل اجراءات جذب هذه الاستثمارات، تسهيل البيئه التشريعيه بتاعتها. من اهم المشاريع طبعا اللي هو بيلجأوا ليها او اللي هو حاليا قدامنا افاق فيها، من مزايا الصندوق السعودي ان هو مش متخصص في حاجه واحده، ولكن بالعكس هو صندوق منفتح جدا، وده ميزه لمصر والسعوديه في نفس الوقت. لو تابعنا الاستثمارات السعوديه او الصندوق السعودي هنلاقي ان هو داخل في بعض الاستثمارات في ماليزيا، في فرنسا، في امريكا، في كندا، وده كله طبعا بيساعدنا على ان احنا الصندوق المصري نفسه يكون ليه اكسبوجر خارجي، يكون ليه نقول عرض للبيئه المصريه والمشاريع المصريه عندنا. من اهم طبعا الفئات او من اهم القطاعات اللي الصندوق السعودي داخل عليها في مصر هنا هي قطاعات التعليم، قطاعات الصحه، قطاعات الاستثمار. ومن اهم الحاجات برضو اللي احنا ناخد بالنا منها ان هو مش مكتفي بس بالصناعات البتروليه ومشتقاتها، ده بالعكس ده هو حاليا بدا يتنوع في قطاعات اخرى. من اهم الدايمنشن والابعاد اللي هو بيبص عليها دلوقتي هي توطين تقنيه الحديثه في الاقتصاد، بما ليها طبعا من اهميه ان احنا بنوطن العماله بتاعتنا، توطين التنميه داخل الدوله، ان احنا بنساعد على خلق فرص عمل كثيره جدا للبيئه عندنا، سواء عندنا او بالنسبه للسعوديه برضه، لان عندنا لو تابعنا هنلاقي ان رؤيه مصر 2030 ورؤيه السعوديه 2030 هنلاقي فيهم تطابق كبير جدا جدا بحكم الجوار الجغرافي والجوار التاريخي والجوار الثقافي والحضاري، فنلاقي ان احنا نقدر نستفيد مع بعض ونفيد الشعبين طبعا مع بعض. ولعل مشروع نيوم المشترك الذي ربما ياتي جزء كبير منه او جزء مهم منه في الاراضي المصريه دليل على هذا التعاون المشترك دكتور شريف. لكن فور الاعلان عن هذا الاتفاق حدث انخفاض واضح في اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وربما اليورو ايضا، اذا هناك تاثير مباشر على حركه الصرف في السوق المصريه، ولعل هذا ايضا مبشر بان هذه الخطوات تحد من بعض التاثيرات التي نراها الان بسبب الازمه الروسيه الاوكرانيه. حضرتك مره ثانيه مشكورا، ده بالضبط مظبوط جدا جدا، ان احنا عندنا حاليا ان حضرتك ساعه لما يحصل الاتفاقيه حصل عندنا طبعا في هدوء الاسواق، انت بعثت برساله ثقه عاليه جدا في السوق المصري في وقت ان الاستثمارات بتهرب من معظم الدول الخارجيه. فانت حاليا بتقول ان انا عندي بيئه جاذبه للاستثمارات، واحد من اكبر صناديق العالم السعريه جاي يتعاون معاك مع الصندوق بتاعك، جاي يتكلم ما بيقولش ان هو عايز حاجه معينه، لا هذا الصندوق جاي بوعي كامل جدا بان هو عنده افاق كبيره، عنده قطاعات كثيره، بما يؤدي الى انها شهاده ثقه في الاقتصاد المصري في وقت مهم جدا لينا، ان انت جاي مع وقت التعويم، فانت بتدي رساله للعالم كله ان هذا التعويم كان جزء من خطه الاصلاح بتاعتك، مش بس انت مضطر زي الدول الاخرى، لا ده انا حاليا الحمد لله احنا عملنا تعويم، ده بيؤدي الى ان احنا قد يكون عندنا جاذبيه في الاقتصاد بتاعنا، ان احنا عندنا زي ما قلنا مره ثانيه توطين التنميه، عندنا مشاريع جاذبه جامده جدا. حضرتك قلت مشروع اليوم ده احد المشاريع الرئيسيه، بس لو تابعنا مع بعض نعرف ان المشاريع السعوديه في مصر بتربو على حوالي ما بين 40 الى 50 مليار دولار. عندنا حوالي 3000 ل 5000 شركه سعوديه، 4000 5000 شركه سعوديه في مصر عامله. فاحنا بنتكلم ان في شراكه كامله. ومره اخرى حضرتك لما بتتكلم ان المشاريع جايه لك هي جايه لنا بالعمله الاجنبيه. وده مهم جدا جدا مره ثانيه زي ما حضرتك برضو اشرنا الى ان هو بيقوي العمله في مواجهه المضاربات عليها. فهذا طبعا ده شركه قويه جدا للاقتصاد المصري في وقت مهم جدا، سواء العالم سواء الازمه الروسيه الاوكرانيه او بعض الازمات الاخرى، او لو قلنا التضخم العالمي، او لو قلنا بعض ازمات سلسله التوريد. فانت دلوقتي بتتكلم وبتقول لا انا عندي قدره ان انا اقدر اجذب استثمارات، انا عندي ودائع اجنبيه داخليه دي 5 مليار دولار، انا عندي مشاريع جايه في الافق الجاي مش في قطاع واحد ولكنها على قطاع الاقتصاد ككل، انا عندي تنميه جايه لي، انا عندي معدلات نمو ممكن اقدر انفذها، وده كله طبعا شهر ثقه عاليه جدا جدا في الاقتصاد المصري. برضه يؤدي الى ان احنا عندنا الجداره الائتمانيه بتاعتنا قويه، مؤسسات التصنيف الائتماني العالميه بتبص لك بصه ايجابيه،
نظرة إيجابية جدا، ودي حاجة مهمة جدا في الفترة دي. نعم. طيب دكتور شريف، نحن لدينا الآن صندوق سيادي مصري، وبالتأكيد يعني مثل كل الصناديق السيادية حول العالم يستهدف لتوسيع نطاق أعماله خارج الحدود الجغرافية للدولة. هل يمكن أن تعطينا فكرة كيف يمكن للصندوق المصري أن يدخل في استثمارات في السعودية مثلا، أو شركائنا التجاريين بشكل عام من خلال الصندوق؟ ولماذا يكون أسهل من خلال استخدام هذه الآلية، آلية الصناديق السيادية؟ حضرتك طبعا زي ما احنا مدركين، الصناديق السيادية بيكون عندها القدرة ومرونة أعلى من الهيئات العادية. ولكن لو استكملت جملة حضرتك ان هو ازاي يقدر يزود استثماراته، احنا ممكن نقول دلوقتي ان فعلا بالفعل عندنا شركات مصرية في السعودية احجامها تتجاوز 2 مليار دولار تقريبا، ان احنا عندنا حوالي 1000 شركة مصرية موجودة هناك، ان احنا عندنا دلوقتي الصندوق السعودي النهارده هو بيتكلموا ووضحوا ان احنا ان هم يدخلوا مش بس في شراكة حكومية، ولكن داخلين برضه بكياناتهم اللي هي القطاع الخاص او في شراكة مع القطاع الخاص المصري، وده كله هيؤدي الى تحريك الاقتصاد سواء هنا او هناك. لما بنتكلم على رؤية مصر 2030، رؤية السعودية 2030، فاحنا بنقول ان احنا دلوقتي كان من اهم الحاجات المعوقة للاستثمارات في الفترة اللي فاتت قبل ما نغير البيئة الاستثمارية او التشريعية ليها، ان احنا ما كانش عندنا اتفاقيات لاجراءات الاستثمار، وده اللي النهارده الاتفاقية عملته. فبيسهل الصندوق المصري السيادي ان هو يقدر يخلق كيانات تتعاون بمرونة اعلى في اسواق مختلفة بادوات مختلفة، سواء كانت ادوات تمويل ذات ملكية أو ذات ديون. نعم. زي لما قلنا مثلا إنشاء كيانات زي الفاك الـ SPIC، لو قلنا بعض الكيانات الثانية إن هو يبدأ يعمل بورصة السلع، ده كله ما كانش موجود عندنا من سنتين ثلاثة. طب دكتور، الدكتور شريف، يعني هذا الأسبوع ربما كان حافلا بالاستثمارات الخليجية الأتية إلى مصر، هل نشاهد بهذا أو نعتقد بهذا أن هناك توجها خليجيا مختلفا للاستثمار العربي المشترك؟ لأن هناك يعني حالة من عدم اليقين بالنسبة للاستثمارات الكبرى سواء في أوروبا أو في غيرها. هو فعلا في عندنا توجه حاليا، وليس فقط عربي، احنا عندنا في اتجاه للانكفاء الجغرافي، فنلاقي مثلا منطقه الاتحاد الاوروبي بدات تعمل انكفاء على اوروبا، الناحيه الاسيويه جنوب شرق اسيا بداوا برضه يشجعوا الحته دي، ده نتيجه الظرف التاريخي اللي احنا فيه دلوقتي، ان احنا حاليا عندنا تحول تاريخي على مستوى العالم، فبدا كل منطقه. احنا عندنا طبعا الاتجاه العربي، احنا كان في عندنا اتفاقيات قبل كده اللي هي اتفاقيه التكامل العربي والتضامن الاقتصادي موجوده. نعم. ولكن كان فيها معوقات كثيره زي ما وضحنا، ان ما كانش عندنا في وضوح لاجراءات الاستثمار. يعني حد عايز مثلا شركه سعوديه عايزه تجيلك مش من حقه التملك. النهارده حضرتك غيرت القانون ده، فبقى الراجل جاي او الراجل اعمال جاي وهو عنده يقين ويقدر يرمي. نعم. ويفرش سوق كويس، ولعل من تأثيرات هذه الأزمة أنها ستكشف عن وجه جديد للاقتصاد المناطقي أو على مستوى العالم. الدكتور شريف محمود الخبير الاقتصادي، بشكرك جزيل الشكر، كنت ضيفنا عبر الهاتف. إلى الشأن العالمي، حيث قفزت عقود الغاز الطبيعي الأوروبية بعدما أعلنت ألمانيا إنذارا مبكرا لاحتمال تعطل إمدادات الغاز. ارتفعت عقود الغاز الطبيعي والمتداولة في هولندا بنحو 10.17% لتصل إلى 120 يورو لكل ميجاوات في الساعة. في برلين، فعلت ألمانيا المستوى الأول من خطتها الطارئة لضمان إمداد الغاز الطبيعي في مواجهة التهديد بتوقف الإمدادات الروسية، كما أعلن وزير الاقتصاد ذلك. وقال الوزير روبرت هايبك إن خلية أزمة شكلت الآن ضمن الوزارة للإشراف على الوضع، فيما رفضت مجموعة السبع الطلب الروسي للمدفوعات بالروبل، وأضاف أن هذه الخطة الطارئة تشمل 3 مستويات من الإنذار، وفي هذه المرحلة أمن الإمدادات بالغاز تضمنه ألمانيا. أعلن المكتب الفيدرالي الألماني للإحصاء عن ارتفاع نسبة التضخم في ألمانيا إلى 7.13% خلال مارس الجاري، بعدما سجل 25% في فبراير الماضي، وهو أعلى معدل تضخم في ألمانيا منذ نحو 40 عاما، وطبعا يأتي على خلفية الارتفاع الحاد في أسعار المنتجات والطاقة.
النقابات الألمانية قالت إن حظر توريد الغاز من روسيا سيؤدي لعواقب اقتصادية واجتماعية خطيرة ليس فقط في ألمانيا بل وخارج حدودها. وأضافت النقابات أن هناك خطرا لحدوث ضرر لا يمكن إصلاحه في سلسلة الإنتاج والتوزيع وارتفاع حاد في البطالة، كما شددت على أن هذا النوع من زعزعة الاستقرار سيشكل عبئا ثقيلا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أوروبا بعيدا عن حدود ألمانيا، وسيعيق العمليات الإنسانية وتدابير حفظ السلام. وينضم إلينا مباشرة من برلين مراسل إكسترا نيوز في ألمانيا عربي مرزوق. مساء الخير عربي، ودعنا نبدأ معك بنسبة التضخم في ألمانيا التي صعدت ب 7.13% مقارنة ب 25% في فبراير، أعلى نسبة في 40 عاما كما أشرنا. ما انعكاس ذلك على الشارع؟ الحقيقة دينا مفاجأة كبيرة هنا، واقع هذه المفاجأة كان كبيرا على الشارع الألماني والصناع الألمان وقطاع الصناعة بشكل كامل هنا في ألمانيا. كنا أول أمس كنت أتكلم معك ومع أحمد أن نسبة التضخم في ألمانيا كانت 5.1 وكان الجميع يتوقع أن ترتفع 5.34%، ولكن كانت مفاجأة 7.3% هي نسبة التضخم، أكبر نسبة تضخم منذ عام 1981 إبان الحرب الخليج الأولى عندما ارتفعت أسعار المحروقات وأسعار الزيوت المعدنية هنا في ألمانيا وفي عموم أوروبا والعالم بشكل كامل. لأول مرة في ألمانيا تصل إلى هذه النسبة، 81 كانت نسبة تضخم تقريبا 6.3، الآن 7.3 هنا في ألمانيا، وسط مفاجأة للجميع. الحقيقة قطاع الصناعات أو غرفة الصناعات الألمانية هنا أكدت أن إذا قامت روسيا بالفعل بوقف إمداد الغاز لألمانيا ستنفجر الأسعار الطاقة بشكل رهيب. هي أسعار الطاقة هنا في ألمانيا الغاز تحديدا ارتفعت مقابل العام الماضي 2021 ارتفعت تقريبا بنسبة وصلت إلى 129%، هي نسبة كبيرة بالطبع مقارنة بالعام الماضي. أيضا يعني أسعار كل شيء هنا في ألمانيا ارتفعت بشكل كبير، أسعار زيت التدفئة الآن هنا في ألمانيا كنا نعتقد أن الصيف جاء، ولكن هيئة الأرصاد هنا حتى في ألمانيا أعلنت أن الأسبوعين القادمين شديد البرودة وستهطل مرة أخرى الثلوج هنا في ألمانيا ربما غدا أو بعد الغد، وبالتالي ستحتاج المنازل الألمانية أيضا مزيدا من الغاز للتدفئة. أسعار زيت التدفئة هنا في المنازل ارتفع ل 99.3%، نسبة كبيرة جدا، واتحاد الصناعات أكد أن المواطنين الألمان ربما بنهاية هذا العام ستأتيهم فاتورة عالية جدا خلال الفترة المقبلة. وبالتالي أعلنت الحكومة الألمانية صباح اليوم في اجتماع وزراء الطاقة الفدراليين من الولايات 16 مع روبرت هابك وزير الاقتصاد الألماني أنهم سيحاولون خلال الفترة المقبلة ضخ مساعدات جديدة للشركات الألمانية لإنقاذها، ولكن سوف تكون هناك مشكلة كبيرة حقيقية في ألمانيا خلال هذه المرحلة. لم نتوقع أن تفعل ألمانيا المرحلة الأولى من خطة طوارئ الغاز، ولكن فعلتها صباح اليوم بالفعل، ولا المرحلة الأولى مرحلة الإنذار المبكر. طب عربي، كان هناك اتصال اليوم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف تشولز. بوتين أكد لتشولز أن المدفوعات ستتم بالروبل كما قال بوتين سابقا، وهو القرار الذي سينفذ بعد غد إن شاء الله أو حتى في الغد تقريبا يوم 31. لكن حتى الآن ألمانيا ترفض القرار الروسي وهناك ربما خطط كثيرة، لكن نتحدث كثيرا عن خطط ولا نرى يعني شحنات وصلت بالفعل إلى ألمانيا أو إلى أي دولة أوروبية تقابل أو يعني تقلل الاعتماد على النفط الروسي أو الغاز الروسي. هذه هي الأزمة تحديدا أحمد. الحقيقة معهد الإحصاء الفدرالي هنا في ألمانيا أكد أن نسبة الاحتياطي الموجودة الآن في ألمانيا خلال اليوم هي 27% فقط من احتياطي الغاز الألماني، ودي نسبة ضئيلة جدا للفترة المقبلة. ولكن المعلومات التي أكدت هنا حتى على لسان صناع السياسة هنا في ألمانيا أكدوا أن لا توجد معلومات، هم الحقيقة لا يصرحون بمعلومات، هم قاصدين ذلك هنا في ألمانيا وفي الاتحاد الأوروبي حتى لا يعلم الجانب الروسي حسب تصريحات هنا بمصادر العقود التي تبرمها ألمانيا والاتحاد الأوروبي مع مختلف دول العالم حتى لا يكون هناك تأثير ربما من بعض الدول على هذه الدول، ولكن هناك عقود بالفعل. ولكن حتى الآن كما أشرت هم 27% فقط الاحتياطي الموجود الآن هنا في ألمانيا. أيضا المعلومات
التي خرجت أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية أكدوا أنهم سيساعدون أي دولة بالمال وبالتكنولوجيا الأوروبية والأمريكية، على سبيل المثال النرويج أو أي دول الدول العربية أو أي دولة كانت يمكنها ضخ غاز خلال الفترة القليلة المقبلة بشكل سريع إلى الاتحاد الأوروبي. ستوفر كل الأموال والتكنولوجيا المطلوبة لهذا الأمر حتى تستطيع ألمانيا ملء صهريجها مرة أخرى. ولكن المفوضية الأوروبية أيضا أكدت صباح اليوم أن الاتحاد الأوروبي مستعد لإيقاف الغاز من الجانب الروسي إذا قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهذا الأمر. ولكن كما أشرت الحقيقة لا توجد معلومات كافية عن المصادر. 27% من احتياط الغاز فقط موجود في ألمانيا، ربما في فرنسا 15%، ربما في بعض الدول الأخرى وصل إلى 5% من الاحتياطي. ولكن أولاف شولز في اتصاله التليفوني مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن ألمانيا لن تدفع بالروبل. الكلام ده كان تقريبا قبل ساعة أو ساعة ونص. ألمانيا لن تدفع بالروبل ولكن ستستمر في الدفع باليورو الأوروبي ولكن أو بالدولار، ولكن الأمر مرفوض تماما. الحقيقة في معلومة غريبة خرجت ظهر اليوم هنا في الصحف الألمانية أكدت أن الجانب الروسي تفهم هذا الأمر إلى حد ما، وخرجت تصريحات من الجانب الروسي على الصحف الألمانية من الحكومة الروسية. الحكومة الروسية ستؤجل هذا الدفع بالروبل فترة وجيزة، ربما الموضوع وعربي لنكون تأجيلا بقدر ما سيكون ربما بالتدريج، يعني كما قال بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية في هذا الشأن، قال أن الأمر لن يتم في ليلة وضحاها ولكن ربما يتم على مراحل حتى يعتاد الجانب الأوروبي على الدفع بالروبل. بالتأكيد بالتأكيد، ولكن الأمر مرفوض تماما هنا، الأمر مرفوض تماما هنا في ألمانيا وفي الاتحاد الأوروبي. المستشار أولاف شولز المستشار الألماني أكدها اليوم للرئيس الروسي، والمفوضية الأوروبية أعلنت لن يكون هناك دفع بالروبل في المستقبل. روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني قال أن السبب الرئيسي لهذا الأمر أن الرئيس الروسي يريد دعم الاقتصاد الروسي. إذا دفعت الاتحاد الأوروبي بالروبل لا يوجد روبل، يعني الحقيقة لا يوجد روبل كثير في الأسواق الأوروبية. على الاتحاد الأوروبي أن يقوم بشراء الروبل من البنك الفدرالي الروسي، وبالتالي سيكون التفاف على العقوبات الروسية، وسيقوم الاتحاد الأوروبي مرة أخرى بضخ الروبل في الجانب الروسي. لذلك الأمر مرفوضا تماما هنا. الحقيقة يعني السيناريوهات المطروحة هنا، ربما الرئيس الروسي سوف يقوم بوقف إمدادات الغاز أو سوف يقوم الاتحاد الأوروبي بالدفع بالروبل، ولكن الاتحاد الأوروبي أعلن لن نقوم بالدفع بالروبل. الحقيقة الأمر غاية في التعقيد وربما سيظهر خلال الأيام القليلة المقبلة. طيب عربي، هناك خطة طوارئ للغاز أشرت إليها، ما مراحلها وأيضا الجدول الزمني للتطبيق؟ الحقيقة دينا هناك ثلاثة مراحل. كنا نتكلم عن مرحلة الإنذار المبكر التي فيها احنا فيها الآن هنا في ألمانيا وفي الاتحاد الأوروبي بشكل كامل، وهي المرحلة التي تقول أن هناك تهديدات ربما بقطع الإمدادات. المرحلة الثانية مرحلة التنبيه، عندما يكون هناك انقطاع للإمدادات ولكن ما زال الغاز الموجود داخل ألمانيا والاتحاد الأوروبي، والأمر مرتبط أيضا بالاتحاد الأوروبي، هذه الخطة مرتبطة بألمانيا والمفوضية الأوروبية وباقي دول الاتحاد الأوروبي. المرحلة الثانية أن هناك غاز ولكن انقطع، ولكن الكميات الموجودة جافية. المرحلة الثالثة إذا تم قطع الغاز بشكل كامل وهناك طلب متزايد والكميات الموجودة غير كافية في ألمانيا، وهي مرحلة الطوارئ. في هذه المرحلة تحديدا سوف تتدخل الحكومة الألمانية. في المرحلة الأولى والثانية لن تتدخل الحكومة الألمانية لأن ما زال هناك كميات غاز كافية. في المرحلة الثالثة ستتدخل الحكومة الألمانية، نعم، وستقوم بتنظيم عملية ضخ الغاز تحديدا للمنازل والمستشفيات ودور الرعاية الاجتماعية وما إلى ذلك والصناعات الحيوية في ألمانيا. ولكن إذا وصلت ألمانيا إلى مرحلة الطوارئ ستكون أزمة كبيرة للاقتصاد الألماني. أنتم كيف تتصرفون يعني مع استمرار فصل الشتاء وتقول أنكم داخلون على موجة من الثلوج؟ كيف يتحدث الناس عن هذه الأزمة؟ الحقيقة الحكومة الألمانية والمواطنين الألمان، مواطنين الألمان بطبيعتهم مروا بحروب كثيرة هنا دينا، والحقيقة فيه هناك حالة من التعود، هناك تعود لدى المواطن الألماني على عملية التوفير بشكل عام. الحقيقة الحل الوحيد الآن هنا في ألمانيا هو التوفير. روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني قال أن كل كيلو وات ساعة من الغاز عندما يتم توفيرها ستساعد في المستقبل. إذا لم يحتاج أي شخص الآن نظم التدفئة في المنازل لا يستخدم التدفئة إذا كان الأمر محتمل إلى حد ما. يعني الحقيقة كانت مفاجأة أن يأتي اليوم لألمانيا أقوى اقتصاد في الاتحاد الأوروبي ومن أقوى الاقتصادات في العالم أن يكون وزير الاقتصاد الألماني على لسانه أن إذا لم تحتاجوا الغاز لا تستعملوه. يعني تتم هو فقط توفير هنا في ألمانيا، لا يوجد حل آخر أمام المواطن الألماني سوى
التوفير عندما نرى ماذا سيأتي خلال الأيام القليلة المقبلة. ولكن الجميع فعلا دينا خائفين هنا في ألمانيا من مرحلة الطوارئ. طيب عربي، يعني الاحتياطي الآن وصل إلى 27% فقط. النقابات الألمانية حذرت من أن حظر الغاز الروسي سيؤدي لعواقب وخيمة للاقتصاد الألماني والاقتصاد المحيط بها، وهناك خطط ألمانية للإتيان بغاز من مناطق أخرى. لكن لوجستيا سعريا كيف ستتحمل الموازنة الألمانية فارق السعر واختلاف اللوجستيات لنقل هذا الغاز؟ الحقيقة بخصوص نقطة الأموال والأسعار، الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي يعني مستعدين لدفع كل الأموال اللازمة لهذا الأمر لشراء الغاز، لأنها مسألة حيوية، مسألة أمن في الأساس هنا في ألمانيا وفي الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. ولكن الأزمة الحقيقية ليست في الأموال أحمد، ولكن الأزمة هي أزمة لوجستية كما أشرت، لأن نظام خطوط الغاز ونظام الأنابيب فقط موجود من مشروع نورد ستريم 1 و2 من الجانب الروسي إلى الجانب الألماني، وهناك أيضا أنابيب ممتدة من روسيا لأوروبا عبر أوكرانيا وما زالت تعمل حتى هذه اللحظة. ولكن الغاز المسال سوف يأتي عن طريق السفن إلى الاتحاد الأوروبي، لا توجد بنية تحتية كافية هنا في أوروبا. ألمانيا بدأت ببناء أول محطة لتسهيل الغاز الذي سوف يأتي عن طريق البحار في ميناء هامبورغ، وهناك محطة أخرى سوف تبنى في الجانب الفرنسي، ولكن البنية التحتية غير جاهزة داخل الاتحاد الأوروبي. ولكن يعني هم يحاولون خلال الفترة المقبلة التسريع في هذا الأمر، بناء محطات جديدة لتسهيل الغاز، لأن الغاز المسال هو الحل الوحيد لألمانيا والاتحاد الأوروبي خلال الفترة القليلة المقبلة. حتى الغاز الذي سيأتي من الجانب الأمريكي أيضا سوف يأتي عن طريق البحر. ربما عامل الوقت في هذه الحالة سيكون هو الحاسم. أشكرك جزيل الشكر مراسلنا في برلين عربي مرزوق. إذا مشاهدينا الآن إلى فاصل قصير، نواصل بعده هذه الجولة، فكونوا معنا.